السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم طالباتي؟ إن شاء الله يا رب بخير. فيديو اليوم هو شرح يونت 5 الدرس الثالث القسم الثاني، تمام؟ نفس ما اتفقنا إنه الدرس الثالث من اليونت الخامس راح ينقسم إلى قسمين، بارت 1 وبارت 2. بارت 1 أخذنا بيه القطعة، قرأت لكم إياها ومفروض كتبت الترانسليشن الترجمة مالتها وافتهمناها. قسم اليوم البارت الثاني راح يكون عبارة عن شرح الأسئلة الخاصة بها والتمارين المتعلقة بها أيضا حلها، وأكيد من أكمل فيديو إن شاء الله أنشر لكم على التليجرام، أنزل لكم صور التمارين المحلولة وصور الأسئلة والأجوبة، والمطلوب من عندكم أن تنقلون الأسئلة والأجوبة إلى دفاتركم، أما التمارين المحلولة فتنقلون حلها إلى كتابكم الأكتيفيتي. نبدأ بسم الله درسنا لهذا اليوم. مراجعة بسيطة للقطعة اللي أخذناها. Open your student book on page 46. 46 from your student book. طبعا اخذنا هاي البيج، صفحة من العراقي مورنينج نيوز، اخبار الصباح العراقية، كل واحدة تحكي على موضوع. هنا المينستر اوف ادوكيشن ان لندن، وزير التعليم بلندن، وقلنا الكونفرنس المؤتمر عن شنو يدور وشنو الاشياء اللي ناقشوها. وهنا عندنا المينستر ات اوبننج سيرموني، وزير عنده افتتاح مراسيم، يعني مراسيم الافتتاح، انه سبورت مينستر اوبند ا نيو سيتي او ا نيو سبورت سيتي ان بصره، يعني وزير الرياضه افتتح مدينه رياضيه جديده بالبصره. وهنا عندنا اخر شيء البوي سيفز تشايلد اللي هو جونث سميث عمره 13 سيفد ا تشايلد فروم ا دينجرس انيمال، أنقذ طفلة من حيوان خطير. زين، نجي على الأسئلة المتعلقة بها، كل سهلة ما بها شيء. طبعا كلش مهمة على الأسئلة. عندنا هنا وياي عراقي مورنينج نيوز، أخبار الصباح العراقية. هنا قطعة الكتاب رقم 7 ما ننسى، موجودة بيونت 3 تلقيها، لسن يونت 5 العفو، لسن 3 ستودنت بوك بيج 46. زين، رايت أنسر تو ذيس كويستشنز، اكتب أسئلة أو اكتب أجوبة لهذه الأسئلة، تمام؟ خلينا نشوف الأسئلة عندي. نمبر 1، Where did the Iraqi Minister of Education arrive and when? Where did the Iraqi Minister of Education arrive and when؟ يعني أين وصل وزير التربية العراقي، Iraqi Minister of Education، وزير التربية وزير التعليم العراقي، and when وأين ومتى؟ أين وصل ومتى؟ طبعا احنا اخذناها بالقطعة وشرحناها بلندن. وين وصل؟ هو وصل الى لندن. وش وقت وصل؟ يسترداي، تمام؟ اذا نعيد اول سؤال، Where did the Iraqi Minister of Education arrive and when؟ وين وصل وزير التربية العراقي؟ اين ومتى؟ وين وصل؟ هو احنا قلنا بلندن، لندن نكتبها ويسترداي. وممكن يكون يعني الاجابة بهالشكل، انه الاجابة على قد السؤال، يعني ماكو داعي نكثر كلام. طبعا هنا ما ننسى انه لندن اسم دولة، فبالتالي خليناها capital letter، تمام؟ Number 2، What did the meetings focus on؟ What did the meetings focus on؟ على ماذا ركزت الاجتماعات؟ Meetings اجتماعات، focus معناتها ركزة، على شنو ركزت؟ خلينا نشوف الجواب. To discuss educational development programs between countries، يعني شنو معناته؟ مناقشة الـ Educational Development Programs، برامج التطوير التربوي أو برامج التطوير التعليمي between countries، ما بين البلدان. Number 2، What did the meetings focus on؟ على ماذا ركز الاجتماع؟ To discuss Educational Development Programs between countries، مناقشة برامج التطوير التربوي أو التعليمي ما بين البلدان. خلينا نشوف هنا شنو عندي. Number 3، Number 3 قل لي، What was the minister's suggestion؟ What was the minister's suggestion؟ يعني ماذا كان اقتراح الوزير؟ اقتراح الوزير شنو كان؟ suggestion اقتراح، ومينستر هنا طبعا الاس اس التملك positive s، تمام؟ اقتراح الوزير، الاقتراح عائد للوزير. شنو كان اقتراحها؟ opening English schools in Iraq، opening English schools in Iraq يعني افتتاح مدارس انجليزية في العراق، افتتاح مدارس انجليزيه في العراق. اذا شنو كان المينستر سجستشن؟ اوبننج انجلش سكولز ان ايراك. ما ننسى. نمبر 4،
Who welcomed the Iraqi minister at the airport? Who welcomed the Iraqi minister at the airport? يعني من اللي رحب بالوزير العراقي في المطار؟ من اللي رحب بالوزير العراقي في المطار؟ من اللي رحب به؟ هو رايح لندن، إذن أكيد British Minister of Education، وزير التعليم البريطاني. British Minister of Education. British Minister of Education هو اللي welcomed the Iraqi minister at the airport. هو اللي رحب بالوزير العراقي في المطار. Number five. What did the sports minister open in Basra? What did the sports minister open in Basra? يعني شنو اللي افتتحه وزير الرياضة بالبصرة؟ ماذا افتتح وزير الرياضة في البصرة؟ شنو قلنا؟ A new sports city اللي هي مدينة رياضية جديدة. A new sports city. A new sports city معناتها مدينة رياضية جديدة. Number six. How much did the sports city cost? How long did it take? شنو معناتها؟ How much يعني كم كلفت؟ How much كم كلفت did the sports city cost؟ يعني إيش قد اللي الكوست معناته تكلفة، تمام؟ فكم كلفت هاي المدينة الرياضية؟ أو how long did it take؟ إيش قد أخذت؟ أو إيش قد استغرق بناءها معناته بالمعنى الدقيق؟ شنو هذا؟ المفروض يعني إحنا عندنا تمرين هاماتين عالية يخص هاي المعلومات. 1 بليون إيراكي دينار و 3 years 3 سنوات و 1 بليون إيراكي دينار. أنعيد. How much did the sports city cost؟ يعني كم كلفت المدينة الرياضية؟ و how long did it take؟ كلفت 1 بليون إيراكي دينار. 1 بليون إيراكي هنا cost معناته كلفت، و how long كم طول المدة اللي استغرق بناءها؟ 1 بليون إيراكي دينار و 3 years 3 سنوات 3 years استغرق بناءها. Number 7. What did sports minister arrive؟ أو العفو، when did sports minister arrive؟ يعني متى وصل وزير الرياضة؟ when did sports minister arrive؟ يعني متى وصل وزير الرياضة؟ شو وقت وصل؟ بالعشرة صباحا 10 a.m. 10 a.m. زين. Why was the boy from the UK called a hero؟ يعني لماذا سمي الولد اللي هو من المملكة المتحدة بالبطل؟ hero معناته بطل. Why لماذا؟ Why was the boy from the UK called a hero؟ خلينا نشوف ليش. Because he saved a child from a dangerous animal. Because he saved a child from a dangerous animal. لأنه أنقذ طفلة من حيوان خطير. Number 9. What was Selma doing at the air or at the start of the story؟ يعني ماذا كانت تفعل سلمى في بداية القصة؟ What was Selma doing؟ ماذا كانت تفعل سلمى at the start of the story؟ يعني في بداية القصة. start معناتها بداية. شو كانت تسوي؟ شنو قالت إن أمها إسراء البياتي؟ playing with a ball. playing with a ball تلعب بالكرة. playing with a ball. number 10. what did the dog do at first؟ أو do first يعني شنو اللي سوى الكلب أولا؟ ماذا فعل الكلب أولا؟ what did the dog do first؟ ماذا فعل الكلب أولا؟ شو سوى؟ run up to إسراء and her daughter. سوى بالبداية run up to إسراء and her daughter يعني ركض على إسراء وابنتها. run up to إسراء and her daughter معناتها ركض إلى إسراء وابنتها، وقلنا كلمة daughter معناتها ابنة ومتكرر عليكم سابقا. number 11. what was John doing at the start of the story؟ John شو كان يسوي؟ ماذا كان يفعل جون في بداية القصة؟ What was John doing at the start of the story؟ Playing football. تمام؟ Playing football يلعب كرة القدم. Number 12. What did John do؟ ماذا كان أو ماذا فعل جون؟ تمام؟ شو اللي سوى جون؟ He kicked the ball at the dog. ركل الكرة على الكلب. He kicked. كيكت بنات معناتها ركلة ماخذيها سابقا. the ball الكرة at the dog إذا ركل الكرة على الكلب. أعتقد الأسئلة واضحة، ما يحتاج يمكن أعيدها. يعني السؤال يكون الجواب على قد السؤال، وكلها مأخوذة من القطعة اللي هي أصلا أخذنا الأجوبة من القطعة اللي أصلا شرحناها بالقسم الأول part 1. خلي نشوف هسه شنو عندي من تمارين متعلقة بها. زين. Open your activity book on page 62.
خلينا نشوف هنا lesson 3 exercise A. أول شيء exercise A يقول read the article about about the sports minister visit, complete the report notes. شنو معناته؟ اقرأ المقالة article about the sports minister's visit عن زيارة وزير الرياضة. قلنا هنا الاس اس البوزيتيف اس اس التملك، اوكي زيارة الوزير. complete the report notes يعني اكمل ملاحظات المراسل او الصحفي، وهنا ايضا الاس هم بوزيتيف اس. خلينا نشوف هاي المعلومات طبعا يعني مطلوبة الحفظ، ان المينستر arrived at ايش قد الوزير وصل ايش وقت عنده يا ساعة الات عنده 10 AM جوابها هيك يكون 10 AM. Minister opened the sports city at. المينستر opened the sports city at يعني الوزير افتتح المدينة الرياضية شو وقت عنده يا ساعة 11 AM. 11 AM the cost of new sports city يعني تكلفة المدينة الرياضية شقد 1 billion Iraqi dinar. 1 billion Iraqi dinar. زين خلصنا exercise A، نجي على exercise B. Answer these questions about سلمى البياتي and John Smith. Use short answers. يعني أجيب الأسئلة عن حول سلمى وجون سميث. Use short answers. استخدم إجابة قصيرة. Number one. What was سلمى doing at the start of the story؟ طبعاً أخذنا هذا السؤال هسه. What was سلمى doing at the start of the story؟ يعني شنو كانت سلمى تفعل في بداية القصة؟ وستارت قلنا معناتها بداية. يعني ممكن جوابين، نقولي أما walking across the park أو playing with a ball. عادي إنه إذا خليته هذا الجواب أو هذا الجواب يعني ماكو مشكلة، تمام؟ لأن هي اثنيناتهم بالبداية كانت يعني تسويهم. walking across the park تتمشى يعني يم أو عبر المنتزه، و playing with a ball تلعب بالكرة. number two. what did the dog do first؟ شنو الكلب سوى أولا؟ هذا هم أخذناه. run up to إسراء and her daughter يعني ركض على إسراء وبنتها. number three. what was John doing at the start of the story؟ إيش كان يسوي دو يعني جون doing معناته يفعل بداية القصة، و start قلنا بداية. playing football يلعب كرة القدم. number four. what did John do؟ إيش سوى جون؟ طبعا هاي كل الأسئلة إحنا أصلا أخذناها يعني مسبقا بال هسه اللي نطيتكم إياها. What did John do؟ إيش سوى جون؟ kick the ball at the dog يعني ركل الكرة على الكلب. kicked ماخذها سابقا معناته ركل. خلصنا exercise B، نروح على exercise C. check this information and this advertisements. write C cedars. بنات هاي تخص تعرفون شنو هاي اللي هنا موجودة الإعلانات، هاي الإعلانات الموجودة هنا. فعندنا التمرين exercise C يخص هاي الإعلانات اللي هنا advertisements هياتها، يعني مو فد شيء مهم. بدي أقول إنه كل عبارة لازم يعني إحنا نكتشف ونستنتج إنه هاي information المعلومات تمام من يا إعلان مأخوذة، فمو فد شيء مهم يعني نقدر نتخطى. هنشوف exercise D وياي. exercise D يقول choose the correct form of the word in brackets, past simple or past continuous for each sentence. يعني شنو؟ choose the correct form، اختر الشكل الصحيح of the word من الكلمة in brackets بالأقواس، past simple or past continuous يا أما ماضي بسيط يا أما ماضي مستمر، for each sentence لكل جملة. مبدئيا احنا قلنا انه for يعني narrating story لرواية القصة نستخدم بالباكجراوند ايفنتس نستخدم past continuous، أما بالايفنتس نفسها نستخدم past simple. تمام يعني بنجي نروي خلفية الأحداث مال القصة نستخدم past continuous الماضي المستمر، أما بنجي يعني نحكي ونخوض تفاصيل القصة نفسها نستخدم past simple. وأكيد يعني دلالات هماتين إنه ذا يسترداي أكيد نستخدم past simple. يعني خلينا نجي على القطعة مالتي the president of France يعني رئيس الفرنسي فراغ ريد
his emails when he فراغ. The president of France read هنا صير was reading the president of France يعني الرئيس رئيس فرنسا was reading كان يقرأ his emails الإيميلات مالته when he فراغ got صير got هنا استخدمنا past simple القبلها يعني بعدنا ما فايتين بالقصة ده نحكي بالباك جراوند ايفنتس فإذا استخدمنا past continuous was reading تمام بس الثانية هنا بدينا ده نحكي بالموضوع بالقصة his emails when he get صير got الماضي مالتها طبعا نكون لازم حافظين تصاريف الأفعال وما أخذيها سابقا بالكورس الأول التصاريف مال الأفعال ما أخذيها على شكل عواميد زين when he got the invitation to visit Iraq عندما وصلته الدعوة لزيارة العراق عندما وصلته الدعوة لزيارة العراق invitation دعوة visit Iraq Iraq يعني زيارة العراق he فراغ the invitation he accepted يعني وافقه accepted هنا الماضي مال accept استخدمنا الماضي مالتها the invitation يعني قبل الدعوة and look forward صير looked forward to the visit look forward بنات معناته يعني اطلع إلها تمام تطلع لها أو look forward معناته تطلع لها هنا استخدمناها بالpast simple يعني مثل ما قلنا بدينا نحكي ب events زين the president came هاي الماضي مالتها past simple ماضي البسيط to Iraq on Tuesday يعني انه الرئيس اجى الى العراق on Tuesday في يوم ثلاثة he arrived early in the morning يعني وصل مبكرا في الصباح he got sir went to الشعب هنا عندنا هي جو الجوسر وينت الماضي مال جو وينت تو الشعب ستاديوم معناته الملعب الرياضي الكبير مال الشعب the prime minister gave الماضي مالتها past simple gave the president lunch the prime minister اللي هو رئيس الوزراء gave بالpast simple the president lunch after that بعد ذلك they هنا عندنا watch صار were watching اللي هي past continuous وليش خلينا were watching مو was watching لأن الفاعل they تمام احنا قاعدة past continuous عندنا where or was plus verb ing فحسب الفاعل فاعل عندي هنا they اذا حطينا were watching a football match when the president got an important phone call يعني كانوا watching a football match يتفرجون على مباراة كرة قدم when the president got عندما الرئيس يعني تلقى أو حصل على important phone call مكالمة هاتفية مهمة important معناته مهمة و phone call معناته مكالمة هاتفية after the match بعد المباراة he left هي الماضي مالتها past simple and go sir went to the airport after the match he left and went to the airport يعني غادر وذهب إلى المطار نعيدها آخر شيء عمود تكون عندنا فكرة عامة عليها the president of France was reading his emails when he got the invitation to visit Iraq يعني رئيس فرنسا كان يقرأ إيميلاته عندما وصلت دعوة لزيارة العراق he accepted the invitation and looked forward to the visit هو قبل ووافق على الدعوة وطلع إلها the president came to Iraq on Tuesday يعني الرئيس أجى إلى العراق on Tuesday في يوم الثلاثاء he arrived early in the morning وصل مبكرا في الصباح he went to الشعب ستاديوم يعني راح إلى أو ذهب إلى الملعب الرياضي مال الشعب the prime minister رئيس الوزراء gave the president lunch
انطى الغداء. After that, they were watching a football match when the president got an important phone call. يعني كانوا يشاهدون المباراة عندما تلقى الرئيس مكالمة هاتفية مهمة. After the match, بعد المباراة, he left and went to the airport. غادر وذهب إلى المطار. زين, هذا نج اكسرسايز بي. آخر اكسرسايز عندنا, choose the correct form of the verbs. يعني استخدم الشكل الصحيح من الأفعال. استخدم الشكل الصحيح من الأفعال. هذا هم مهم. Number one, what was Selma do lo doing before the dog ran at her. استخدمنا doing هنا حتى مبين عندنا was دلالة. الواز الفعل لازم يكون ing وراها. فإذا what was Selma doing before the dog ran at her. استخدم doing. Number two, she played lo was playing in the park. She was playing. لأن حكينا يعني خلفية الأحداث اللي صارت. Number three, John saw lo was seeing the dog and Selma. John saw اللي هو معناته رأى. الفعل الماضي مالتها نستخدم هذا. نختار هاي نوف هاي. Number four, John acted lo was acting quickly and saved Selma. ناخذ acted اللي هي معناته تصرف. جون اتصرف بسرعة ونقض الطفلة. acted ما ناخذ was acting, ناخذ acted. Number five, many people were waiting lo waited when the minister arrived at 10 a.m. many people, ناس عديدة, were waiting, كانوا ينتظرون, كانوا ينتظرون when the minister arrived at 10 a.m. عندما يوصل الوزير عند العاشرة صباحا. فناخذ were waiting. Number six, he spoke lo was speaking to the public before leaving at 2 p.m. يعني تحدث أو تكلم to the public, إلى العامة, before, إنه يقصد إنه يعني community representative and youth, يقصد ذولا بالعامة, before leaving, قبل المغادرة, at 2 p.m. الثانية مساء. ناخذ he spoke, تحدث أو تكلم. But number one, doing. Number two, was playing. Number three, saw. Number four, acted. Number five, were waiting. Number six, spoke. لهنا خلاص درسنا لهذا اليوم اللي هو unit 5, lesson 3, part 2. إن شاء الله هذه الأسئلة اللي نطيتكم إياها اللي تخص القطعة راح أنزلكم إياها على التليجرام. والتمارين محلولة أيضا, ومثل ما قلنا أنه التمارين محلولة تنقلون حلها إلى كتابكم الأكتيفيتي, أما الأسئلة تنقلوها هي والأجوبة ويا دفاتركم, يعني بدفاتركم, وتبدون يعني تقرون وتحفظون منها السل القطع حتى نترقموها عليكم. إن شاء الله ألتقيكم في فيديو جديد اللي هو unit 5 lesson 4. أشوفكم بخير, مع السلامة.